فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. بالنسبة لأجهزة التقويم بنقدر نقسمهم لثلاث مجموعات. أول مجموعة هي الأجهزة المتحركة، والأجهزة دي إحنا بنستعملها عشان نقدر نصلح عيوب في سن أو في سنين في السن الصغير، بداية نمو السنان الدايمة، فبنبتدي نصلح المشكلة اللي موجودة على أساس نقدر نوصل للوضع السليم للأسنان. في أجهزة التقويم الثابتة، والأجهزة دي اللي هي عبارة عن التقويم بالمقابض أو بالبريس زي ما بيقولوا، دي الغرض منها أنها تقدر تحرك لي الأسنان كلها، وبنقدر يبقى كنترولينج أو بنقدر نتحكم في حركة الأسنان كلها، بحيث ان احنا نقدر نعدل كل المشاكل سواء كانت مشاكل رأسية او مشاكل أفقية ما بين الفكين وما بين الأسنان. وفي أجهزة وظيفية، الأجهزة الوظيفية دي أجهزة احنا بنستعملها عشان نظبط علاقة الفكين مع بعضهم، بحيث ان احنا لو في عندي تأخر في نمو فك او في نمو في اتجاه غير مظبوط، نقدر نصلح المشكلة دي عشان نوصل لعلاقة فكين سليم. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.